أين نذهب؟ من نلتقي؟ ماذا نلعب؟ مع من نحكي؟ نهو المرح والاستكشاف. أنا وأخي. كم هي شهية فطيرة التوت البرية؟ ماذا سنلعب اليوم يا كايت؟ لنرى ما في الصندوق. انظري يا كايت، قبعة بحار. لنلعب لعبة البحارين. نعم، لنبحر إلى جزيرة فطيرة التوت البري. رائع، أحب فطيرة التوت أكثر من أي شيء في العالم. هيا بنا ننطلق كايتي كيتيز. كم هي شهية؟ فطيرة التوت. كم هي شهية؟ فطيرة التوت. كيت وكيت متحمسان للذهاب إلى جزيرة فطيرة التوت البري، وهما يشمان رائحة الفطائر. أستطيع شم رائحة الفطائر. المركب المتوجه إلى جزيرة فطيرة التوت البري سيغادر بعد 3 رنات. أسرعوا، 3 رنات. الرنة الأولى يا كيت، فلنسرع. ولكن كايت نسيت أمر الفطائر بعدما رأت فراشة جميلة. إنها تشبهك يا كايت. هاها، لا وقت لدينا، فلنصعد على متن القارب. أوبس، آسفة. كم هي شهية؟ فطيرة التوت. كم هي شهية؟ فطيرة التوت. كم هي شهية؟ كايت؟ ولكن أين اختفت كايت؟ 1 2 3. كايت، لن تمسك بي. كايت، توقف مكانك. الرنة ثانية. هيا يا كايت، سيفوتنا القارب. صحيح، آسفة، إلى اللقاء. استكمل كيت وكايت مسيرهما نحو القارب، وأصبحت رائحة فطائر التوت أقوى. كم هي شهية؟ فطيرة التوت. كم هي شهية؟ فطيرة التوت. كم هي شهية؟ كايت؟ اختفت كايت مجدداً. مرحباً كايت، انظر ماذا صنعت، تنورة ورقية. كايت، والآن أنا دب بني كبير. أنا الرجل الأكبر سناً في العالم. تعال لنلعب كايت. كايت، سيفوتنا القارب. أذناي هما الأقدم في العالم، لا أستطيع سماعك. إنها الرنة الثالثة، هيا بنا. حان وقت الانطلاق. وصل كيت وكيت إلى المرفأ، لكن وصلا متأخرين. أنا آسف، القارب يغادر بعد 3 رنات. أوه لا، هذا ظلم. فجأة ظهر شخص غريب. ما الخطب يا صغيرتي؟ كنا سنقصد جزيرة فطيرة التوت البري لكن تأخرنا. وما الذي أخركما؟ كان هناك الكثير من الأمور المسلية في الطريق. هذا يبدو ممتعاً. لكن ليست ممتعة بقدر جزيرة فطيرة التوت، لم يعد بإمكاننا الذهاب. حسناً، أخبريني ماذا تعلمت من هذه التجربة؟ سأتذكر دائماً أنني لن أقوم بكل ما يحلو لي حتى أتمكن من الالتزام بالوقت. هذا ما تعلمته. شكراً أمي. مهلاً، كيف علمت بأنها أنا؟ لنحاول مجدداً كيت، أريد الذهاب إلى جزيرة فطيرة التوت. وأنا أيضاً. أصبحنا نعرف الآن وقت العودة قد حان. تعلمت كيت بأنها إن أرادت الذهاب إلى مكان ما في الوقت المحدد فيجب ألا تضيع الوقت بفعل ما يحلو لها. آسفة، لا وقت لدينا للعب عزيزتنا فطيرة التوت البرية. أحب اللعب معك يا بطاط، لكن علي أن أصعد على القارب. 1. كيت. عزيزتنا فطيرة التوت البرية، لا وقت للتنكر اليوم، سنذهب إلى جزيرة فطيرة التوت البرية. عزيزتنا فطيرة التوت البرية. لقد وصلتما في الوقت المناسب، كنت على وشك أن أرن الجرس 3 مرات. أيمكنني؟ بالتأكيد، رنيه 3 مرات. حان موعد الانطلاق. وهكذا أبحر كيت وكيت إلى جزيرة فطيرة التوت البري، وقضيا هناك وقتاً ممتعاً جداً.